مساء الخير، مساء الحب، مساء الجمال، مساء الطرب الأصيل. حضرات السيدات والسادة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى ليلة من الخالدات بمدينة مراكش الحمراء، ليلة تكريم العندليب الأسمر فارس الرومانسية في زمانه الراحل عبد الحليم حافظ. من جميل الصدف أن تصادف هذه الليلة ذكرى لها من الرمزية ما يشدنا إليها أكثر من أي وقت مضى. اليوم العالمي للمرأة بكل ما يمثله الحدث من احتفالية بمن صنفت كنصف المجتمع، وإن كان البعض يذهب إلى أبعد من ذلك ليقول بأنها المجتمع كله. فإلى المرأة وإلى كل من ينبض قلبه حبا للمرأة وتقديرا للمرأة، نهدي هذه الليلة الجميلة من طرب الجميل. أيها السيدة والسادة، نرحب بكم ونستهل ثمرنا بفقرة موسيقية صامتة يؤديها جوق يتشكل من نخبة الفنانين المغاربة عازفين ومنشدين، يترأسهم المايسترو عزيز الأشهب. إذن الفرقة ستتحفنا بصامتة فاتت جنبنا. أنا هذه التي نقولها بالدارجة، اسمحوا لي، الله يجازيكم، شدوا صمتكم. إذن ديكولاج من بعد شوية، طريق السلامة إلى حلم جميل.
كانت هذه قطعة حنبتدي منين الحكاية من أداء الجوق الموسيقي برئاسة المايسترو عزيز الأشهب. شاءت الأقدار أن يرحل عنا في عز شبابه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، لكن الله الذي أخذ وهبنا عندليبا آخر، عندليبا جديدا، عندليب المغرب أبيض القلب، أبيض المحيا. هذا حب مشترك. أنا ما نخبيش عليكم، قبل لحظات كنت في جلسة خاصة مع نجم هذه الليلة عبد الشريف، قال لي سي حسن الله يجازيك بخير، خليت تقديمك لي هذه الليلة بعيد عن كل خطاب رسمي، لأنني كان حس بأن كل من في القاعة هو من عائلتي، هو حبيبي وصديقي. خلي التقديم يكون أكثر تلقائية ما هو ممكن. قال لي أدخل وعيت لي أقول لي عبد الشريف وأنا نجي. إذن عبد الشريف في ليلة طربية بمدينة مراكش مع جوق الموسيقي برئاسة المايسترو عزيز الأشهب. إذن تحت تصفيقات ديالكم نستقبلوا الفنان الكبير ونجم الليلة عبد شريف.
توبة توبة كنت أحبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة 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 كنت أحبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها صدقتني كلامك مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك توبة كنت حصدقتني كلامك مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك توبة كنت حصدقتني كلامك مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك توبة كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك بس وعدني اوعى تبكي وانا قدامك لحسن اكتب روحي واقول اهي نوبة وبعدها توبة 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 كنت أحبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى دي آخر توبة وبعدها توبة 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 توبة
وجعت عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نارك وتصحيني من حيرة قلبي من دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نارك وتصحيني من حيرة قلبي من دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نارك وتصحيني من حيرة قلبي من دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نارك وتصحيني من حيرة قلبي من دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نارك وتصحيني هجري وأسأل عنك قبل ما أنت تجيني أضحك نوبة وأبكي نوبة وبعدها توبة 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 إن كنت أحبك تاني هحبك السلام عليكم ورحمة الله. توحشتكم بزاف. الله يسلمك. الله يحفظكم. آخر حفل كان عندي في مراكش كان في سنة 2007 وكان حفل رائع واليوم راكم أكثر من رائعين الله يعطيكم الصحة كان أشكركم أنكم ديما موجودين معايا الله يعطيكم الخير merci pour tous les gens qui se sont déplacés d'aussi loin والله Je vous demande de me croire que je partage le plus que l'amour que vous partagez avec moi. Allah la. هاد التكريم عنده واحد طابع خاص. كنا كنهزو كفوفنا للسماء وتندعيو لمصر بانه ربي يفرج عليها من هاد الازمه اللي هي كتمر منا. لانهم اخواننا وكنتقاسموا معاهم السماع والذوق والطرب وطربونا وعطاونا بزاف كيف ما حنا حتى حنا عطيناهم حنا عطيناهم الاصوات هما عطاونا الفن حتى هما كنسالوا الله سبحانه وتعالى انه يوقف معاهم ويوقف معنا حتى حنا يا ربي امين وتحيه من خالص القلب لمصر الحبيبه وتحيه من خالص القلب مع كل المساندة والإيمان بالذات والإيمان بوحدوية الله سبحانه وتعالى إنه احتحل ما كيدوم وكانت من الناس دي ربي يفرج على الشعب السوري
إن شاء الله من الأزمة اللي هو فيها. فعلينا كمان نخرجوا من جو الأزمة وندخلوا لواحد الجو واحد آخر. كنت كنقول لكم هذا التكريم عنده واحد طابع خاص، لأن عبد الحليم حافظ دازت حياته ثلاثة المراحل: مرحلة مع كمال الطويل، ومرحلة تقاسمها محمد الموجي مع محمد عبد الوهاب، ومرحلة الأخيرة ديال بليغ حمدي. وصادفت أنه إحنا كنصوبوا مع الأستاذ عزيز الأشهب المايسترو الكبير ديالنا البرنامج، اكتشفنا بأن متنوع الأذواق وتنوع الأغاني اللي موجودة في هذه السهرة إن شاء الله كنتمناها ترقكم، وكنتمناكم تصبروا معنا شي شوية. الله يعطيكم الستر، وشكرا لكم على انتباهكم.
كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك. أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى من إن كنت حبيبي ساعدني كي ساعدني كي أشفى منك إن كنت حبيبي ساعدني كي الأعمال
فتموت الدمعة في الأحداق. علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق. اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق. علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق. علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. علمني كيف تموت الدمعة في الأحداق. علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق. يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر. يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر. كنت أعز عليك فخذ بيدي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي. فأنا مفتول من رأسي حتى قدمي. علمني كيف تموت الدمعة في الأحداق. علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق. يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر. يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر. أعز عليك فخذ بيدي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي فأنا مفتون من رأسي
حتى قدمي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي.
أعمق وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورق الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمق وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورق إني أتنفس تحت الماء إني أغرق 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 إني أغرق إني أغرق 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 الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمق وأنا معي تجربة في الحب ولا عندي زورة الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمق وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورة إني أتنفس تحت الماء إني أغرق 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 إني أغرق إني أغرق إني أغرق 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 يا كل الحال والماضي كنت
العون فأنا لا أعرف أنا لا أعرف فن
واش معنا؟ عيتوا ولا مازال؟ زيدوا. غادي نرجعوا للايام ديال حكايه حب. و عبد الحليم حافظ ومريم فخر الدين على الكورنيش وتغني لها بتلوموني ليه لو شفتم عينيه حلوين قد ايه هتقولوا انشغالي وسهد الليالي والله مش كتير عليه بتلوموني ليه. Yeah.
كنت عبير من شعر الحرير عن خدود هفهم ويرجع يطير والناس بيلوموني وعمل قلبي عايزين يحرموني من قول قلبي والناس بيلوموني وعمل قلبي عايزين يحرموني من قول قلبي والناس بيلوموني وعمل يحرموني من نوله يا قلبي. Oh,
Ooh.
ترجع المشوار بكهر والنهاردة النهاردة جاي تقول انسى الآهات جاي تقولي يلا بينا يلا بينا الحب فات النهاردة والنهاردة جاي تقول انسى الآهات جاي تقولي يلا بينا يلا بينا الحب فات وما يلو حدا في منديلو كاتب على طرف وجيلو ما يلو حدا في منديلو كاتب على طرف وجيلو وأمانة أمانة يا دنيا أمانة تخدينا فرحة أمانة أمانة يا دنيا أمانة تهدينا للفرحة أمانة أمانة يا دنيا أمانة تهدينا للفرحة أمانة أمانة يا دنيا أمانة تهدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى استنى هنروح للحب
Oh, yeah,
ابتدى المشوار، ابتدى
نار يا عين رايح وانا محتار يا جنة ولا نار يا عين رايح وانا محتار يا خوفي وابتدى ابتدى 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 المشوار محتار يا خوفي وابتدى ابتدى 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 المشوار ابتدى 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 المشوار يا خوفي يا خوفي يا خوفي من آخر المشوار يا خوفي جنة الحياة قدام عينينا حلوة اتقابلنا والكلام فوق الشفايف غلوة اتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة اتقابلنا والكلام فوق الشفايف غلوة كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها الأمان في عينيها حسيت إني عادل للأمان فعليها للأمان فعليها حسيت إني عادل للأمان فعليها والحنان خد مني ودفع اللي محروم الحنان خد مني ودفع اللي محروم من الحنان الأمان فعليها حسيت إن عادي للأمان فعليها الأمان فعليكم حسيت اللي محروم من الحنان الحنان خد مني ودفع اللي محروم من الحنان والقمر طلع والخوف بعيد القمر طلع والخوف بعيد والهوى دفي والليل سمع الله
D'arriver parce que c'est des choses qui arrivent. Mais je voudrais souligner une chose, c'est que et j'ai toujours été accompagné en, à la sonorisation par le plus grand filmgrave de la sonorisation, le plus grand sonorisateur qui a participé, partagé tous les moments magiques qui ont défilé à travers des décennies. Quoi qu'il n'est pas, il n'est pas vieux, il est jeune d'esprit et jeune de cœur et aussi jeune d'âge. C'est Mohamed Kilmi et son équipe. Vous acceptez que vous le micro? Il y a qu'un homme, c'est bien. Vous voulez faire une chose? تقصروا معايا شي شويه. نحماقوا مع بعضياتنا شي شويه. دابا راه لام دو عبد الحليم حافظ حاضره معنا. راه il doit être quelque part. عطيني واحد الفا. كلكم معايا غنغنيو بيناتنا. On va laisser reposer l'orchestre et on va chanter ensemble. أهواك وأتمنى لو بنساك
Thank you.
كانت مشغول
Papa. Là, c'est le plus beau bouquet que j'ai eu dans ma vie. Papa. C'est la première fois que mon père me donne des fleurs. La plupart du temps, il me les jette. Je jette tes fleurs. Bref, d'accord. Merci. Ardad al-Walid. Ya Rabbi, amin. Allah yakhlilkoum l'aziz alikoum. Merci. La chanson qui vient est pour vous. Elle vient du fond du cœur. Du fond de mon âme. Du fond de mon cœur. Pour vous qui êtes le cœur pour lequel je vis et par lequel je vis. Ce n'est pas du blabla, c'est la réalité. Je tiens vraiment à remercier du fond du cœur tous les gens qui sont ici, qui nous ont accompagnés, qui m'ont encouragé, les Zoubia Qaddam, la productrice, qui a bien voulu me produire, parce qu'à ce qui paraît, personne ne veut me produire au Maroc, je ne sais pas pourquoi. À ce qui paraît, ça coûte cher. Vous voyez, une grande équipe et tout. J'aurais adoré. Vous chantez toutes les chansons que vous aimez ce soir, mais malheureusement, on ne peut pas tout faire. Donc, jamais à Talabat Dielkoum, Talab Al-Akhrani, la dernière chanson qu'on va vous chanter. J'espère qu'elle va vous plaire. Là, on a qu'une billette, il y a une affiche, non ? Billahi alaykoum. Afsiullah, Zama, c'est. Je ne vais pas dire que je suis fatigué. On peut pas dire qu'on est fatigué de vous, mais... Ah, voici. Donc, je voudrais remercier tous les gens qui nous ont accompagnés. Nos rares partenaires. Pour la soirée de Marrakech aussi, malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. À ce qui paraît, je ne sais pas pourquoi, ce genre de spectacle n'est pas sponsorisé au Maroc. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On nous dit que c'est un spectacle qui est réservé à l'élite. Eh bien, ça me fait plaisir que vous soyez l'élite.
Je préfère chanter à l'élite que d'être sponsorisé pour chanter d'autres chansons qui ne va pas plaire à l'élite. Je vis par l'élite, pour l'élite, et que les autres suivent s'ils veulent bien faire partie de l'élite. Merci à nos partenaires qui ont été vraiment très à la hauteur et ils m'ont fait fierté, Zama. Ils m'ont récompensé, pour l'effort que j'ai fait en Égypte, pour faire honneur à mon pays. Tout le monde m'a dit en Égypte, Aïch el Maghreb. Eh ben, j'attends de nos investisseurs marocains de dire la même chose. Aïch el Maghreb ou el Maghreba. Voilà. Merci pour vous d'ailleurs. Merci infiniment. Merci Lamia, qui nous a permis de vivre ce moment magique. You are the best. Tu es la meilleure. Je te jure. Merci pour ce cadeau.
جنبنا فاتت جنبنا أنا وهو أنا وهو trop d'émotion وضحكت لنا ضحكت لنا لنا أنا وهو أنا وهو فاتت جنبنا فاتت جنبنا أنا وهو أنا وهو ضحكت لنا لنا أنا وهو أنا وهو رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغابت رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغابت وانشغلت قبل ما يطول انشغالي رحت سائل روحي واحتر سؤالي وانشغالي وقبل ما يطول انشغالي رحت سائل روحي واحترت في سؤالي انا بفكر ليه وبشغل روحي ليه انا بفكر ليه إنها أصداني أنا مش هو مش هو وأعرف منين إن الضحكة دي مش له أصداني أنا مش هو مش هو وأعرف منين إن الضحكة دي مش له مش هو
حاجة مش معقولة فيها، وابتديت أسمع في قلبي في قلبي لحن حب، لحن حب جديد عليا جديد عليا. وابتديت أسمع في قلبي في قلبي لحن حب، لحن حب، لحن حب جديد عليا جديد عليا. وابتديت أسمع في قلبي في قلبي لحن حب، لحن حب، لحن حب جديد عليا جديد عليا. سمعت منها كم كلمة ما قالتش منهم ولا كلمة، سمعت منها كم كلمة ما قالتش منهم ولا كلمة، بس أنا حسيت، حسيت والأول مرة، أنا حسيت والأول مرة بعيش وبحس. ولقيتني بدوب وبدوب في كلام الهمس، بدوب في كلام اللي ملوش حس. بس أنا حسيت، حسيت والأول مرة، أنا حسيت والأول مرة بعيش وبحس. في كلام الهمس اللي ملوش حس، ضحك التاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا، ما تيجي في ثانية وتمشي ثانية. ضحك التاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا، ضحكة وراحت ماشية زي الدنيا، ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية. بصيت لصاحبي لقيته جنبي ومهوش جنبي، عايز يقول كلمة اتقالت جوا في قلبي. بصيت لصاحبي لقيته جنبي ومهوش جنبي، عايز يقول كلمة اتقالت. وبشغل روحي ليه
قصداني أنا مش هو مش هو وعرف منين إن بحكاني مش له قصداني أنا مش هو مش هو وعرف منين إن الضحكة دي مش له Thank you.
حبيتها أيوة يا حبيبي أيوة 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 أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها الليلة دي ومع الصحبة دي والناس اللي هي يا عيني عالمزجت ليا وانتو كلكو عزاز عليا ايوه انا حبيتها مش قادر انسى ضحكتها فرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين اليوم ده غايب عني كان فين فين اليوم ده غايب عني كان فين تسلم لي وتسلم ضحكتها تسلم لي وتسلم ضحكتها كان فين كان قدام عيوني
يا سمراني يا سمراني
عبد الشريف تحية للفرقة الموسيقية من عازفين وأصوات برئاسة المايسترو عزيز الأشهب تحت تصفيقات ديالكم نستقبلوا جميع السيدة لمياء ظريف اللي لولاها لما كان هذا الحفل على موعد مع مدينة مراكش شركة نيونس استراتيجي لمياء المديرة العامة للمؤسسة شكرا لمياء وحنا كنعيشوا هذه اللحظة ديال الحب ما كان لها أنها تكون لولا أن مجموعة من الجهود ضافرت من أجلها هذه فرصة باش نحييو المساند الرسمي لهذه التظاهرة مجموعة منارة قابضة منارة هولدينغ وكنحييو المدير العام السيد محمد زايد من خلال منارة هولدينغ كنوجه تحية خاصة للمستشهر اللي دعم هذه التظاهرة ماك غريغوري لم يخليك معايا وتحية السيدة لميا زاهد شكرا أسماء الدرقاوي رحمة عائشة كل الأسماء الجميلة رحال فندق أدم بارك فندق لتومبل ديزار بورزازات جريدة ليزيكو مجلة فامي أكتويل وتحية خاصة للفنان والأستاذ والصديق سي محمد مارجي اللي معاه سافرنا عبر الصورة في ذكريات أيام زمان مع الراحل عبد الحليم حافظ المدير الفني عمر بن حمو كلمي في أجهزة الصوت والشكر الكبير عبدو لهذا الجمهور الجميل